لمواجهة الوضع الإنساني بمحافظة الجوف، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجنة الإغاثة الحكومية ودعم منظمات المجتمع المدني لتشكيل ائتلاف الإغاثة والتنمية بالمحافظة وتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن الوضع الإنساني وإعداد خطة للاحتياجات الإنسانية. مؤتمر صحفي يناقش الوضع الإنساني بمحافظة الجوف ويستعرض بعض الأرقام والإحصائيات التي رصدها إعلام المحافظة. كما نهيب عشرات آلاف الأسر النازحة والأفراد في جميع مديريات المحافظة يعانون من أوضاع مأساوية بسبب نقص الغذاء والمواد الإيوائية ونقص الخدمات الصحية، حيث أن أكثر من 80% لديهم نقص في الغذاء والإيواء، بينما أكثر من 60% لديهم نقص في الخدمات الصحية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. لا يصل محافظة الجوف من الحكومة اليمنية إلا سوى الفتات، هناك توجيهات على الورق، هناك إجراءات ومعاملات يتم إنجازها من قبل السلطة المحلية في المحافظة، توجيهات من الحكومة، لكن هناك عرقلة واضحة، لا نعلم ما الذي يحدث ومن تعرقل ميزانية المحافظة، لم يتم تسليمها رواتب الموظفين، لم يتم تسليم رواتبهم منذ 5 أشهر. أكثر من 70% من الأسر فقدت مصادر دخلها بسبب اعتمادها على القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والرعي التي يعتمد عليها أكثر من 85% من السكان، حيث بلغ عدد الأسر التي تحتاج إلى إغاثة قرابة 50,000 أسرة وأكثر من 192,000 فرد، كما فقدت أكثر من 1644 أسرة معيلها في الحرب وإلحاق أضرار نفسية لأكثر من 60,000 طفل وطفلة. طبعا الأعداد اللي موجودة عندنا، عدد النازحين أكثر من 64,000 نازح حسب آخر تعداد، التعداد السكاني أكثر من 650,000 نسمة. الإشكالية الآن بسبب وباء الكوليرا الذي بدأ ينتشر في 1/5 في 1 مايو، العدد الحالات المؤكدة بحسب الفحوصات الرئيسية الموجودة في المستشفى أكثر من 464 حالة مؤكدة في الكوليرا، عدد الوفيات 3 حالات وفيات، عدد فشل كلوي 2 فشل كلوي حاد بسبب فقدان السوائل، من بين عدد الحالات اللي حصل لها فشل كلوي امرأة حاملة أدت إلى إسقاط الطفل. الإمكانيات محدودة لدينا في المستشفى وفي الوحدات الصحية، الوحدات العاملة لحد الآن 6 مراكز و14 وحدة، طبعا 6 مراكز من 17 مركز، يعني 12 مركز موقف، 12 مركز صحي موقف، وأكثر من 40 وحدة صحية موقفة بسبب الأحداث. رغم كل الجهود التي تبذل في محافظة الجوف إلا أنها تعاني من نقص حاد في كافة الخدمات، وهو ما يحتم على الحكومة الشرعية كجهة رسمية أن تقوم بدورها لتخفيف أعباء المحافظة. عمر المقرمي، يمن شباب، الجوف.